السلام عليكم، ازيكم باشمهندسين؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم مهندس اسلام فوزي، والنهارده هنتكلم عن تاني حلقه في الكوميونيكيشن بروتوكول، الاندستريال كوميونيكيشن بروتوكول، وهي البروتوكولات الاتصالات في البيئه الصناعيه للمكن، وازاي بنوصل الاجهزه مع البي ال سي ومع الشاشات الاتش ام اي. النوع النهارده عندنا اللي هو الديفايس نت، والنوع الديفايس نت ده الاتصال بتاع الديفايس نت دوت ده من انتاج الين برادلي، اللي هو كمان بينتج البي ال سي الين برادلي. فيلا بينا نتعرف على الكوميونيكيشن بروتوكول بتاع الديفايس نت، وازاي الاجهزه بتتوصل مع بعضها عن طريق الديفايس نت. طبعا انا عندي هنا فوق اللي هو البي ال سي الين برادلي متوصل معاه، هنا في الجنب هنا لو خدنا بالنا في حاجه اسمها سكانر، ده اسمه سكانر في بيبقى ده مختص لتوصيل الاجهزه بخاصيه الايه الديفايس نت. هنلاقي واصل معاه كل الاجهزه اهيت، من ترانسميتر للليفل اللي هو في اليمين دوت، لفلوميتر حساس سريان سنسور، لهنا كونفير سير منتج خط سير منتجات. عندي هنا التحكم في موتور. فكل ده عندي هنا اجهزه متوصله بالايه بالكابل ده اللي هو ايه الديفايس نت، متوصله على السكانر، والسكانر بيدي الاشاره للبي ال بي ال سي. هنشوف ازاي دلوقتي. طبعا الديفايس نت ده بيبقى موجود في تاني لير، اللير رقم 2 في الاوتوميشن بيراميدز، واحنا شرحنا قبل كده الهرم بتاع الاوتوميشن دوت، وهنتكلم عليه كده ببريفنج بسرعه او في سمري ملخص كده سريع. شرحنا قبل كده في حلقه قبل كده الهرم دوت وبيتكون من ايه، وشرحناه بالتفصيل. طبعا بيبقى فيه اللي هي الطبقه اللي تحت بتبقى هي الفيلد ليفل، اللي هي بتبقى السنسورات والحساسات والفلوميتر والمواتير وكل حاجه. تاني حاجه بيبقى في الكنترول ليفل، وهو البي ال سي بتاعي، سواء الين برادلي سواء سيمن سواء شنايدر. تاني واحده اللي هي اللي فيها الشاشات. تالت واحده ديت نظام مانجمنت او بلاننج تخطيط للمصنع كله. والاي ار بي سيستم دوت ده قلنا اتكلمنا عليه بالتفصيل، ده سيستم معمول للاداره، كل حاجه معايا في المصنع بغض النظر عن الاوتوميشن، بيلم معايا السبلاي تشين، بيلم معايا الهيومن ريسورسز الموارد البشريه، بيلم كل حاجه. فريد ترجعوا تتفرجوا على الحلقه اللي فاتت اللي هي بتاعه الاوتوميشن بيراميدز او هرم الاوتوميشن عشان تقدروا تتابعوا معانا. طبعا الديفايس نت زي ما احنا قلنا بيبقى فيه دي حاجه اسمها ديفايس نت سكانر، اللي هو اللي فوق بالمعمول بالازرق ده، هو ده اللي بيوصل مع كل الاجهزه اللي احنا اتكلمنا عليها. طيب عندي هنا بقدر اوصل كام ديفايس، كام نود على السكانر ده، او كام ديفايس يعني حساس، مثلا زي حساس اللي هو البروكسيمتي سنسور اللي هو كان موجود على السير هنا. تمام. عندي هنا الحساسات، عندي هنا موتور اهو موجود ستيبر موتور او انكودر وهكذا، او شاشه من شاشه اتش ام اي. دي بتبقى عدد النودز دي 64 نود، 64 نود. يبقى انا بقدر اوصل على السكانر الواحد 64 نود. كل نود بيبقى متعرفه بحاجه اسمها الماك اي دي. الماك اي دي ده عامل زي الايه الكمبيوتر مثلا بتاعك، الكمبيوتر بتاعك كل حاجه بيبقى في حاجه في اللير اللي تحت بتاعت الاتصال بتاعتها اسمها الماك اي دي. كل كمبيوتر ليه ماك اي دي غير التاني. تمام. فبالتالي كل حساس من هنا في الالين برادلي عامله السيستم دوت، وطبعا كل الشركات ممكن تستخدمه، يعني هتلاقي مثلا سيمنز، هتلاقي يعني انت لو عندك حاجه سيمنز ممكن تستخدم برضو الكلام ده، لان حاجه ده حاجه ستاندر. تمام. بروتوكول اتصالات ستاندر. فهتلاقي الماك اي كل ديفايس ليه ماك اي دي. فمثلا لو في لو انا مدي الاثنين ماك اي دي واحد زي هنا اللي هو ماك اي دي 2 وماك اي دي 2، هتلاقي كده يحصل كونفليكت او مشكله، هيقول لك ان في جهازين او في حساسين واخدين نفس الماك اي دي زي كده. تمام. وهيعمل لازم تعرف اي الماك اي دي مظبوط للحساسات دي. طبعا تاني حاجه هنتكلم على الديفايس نت ميديا، وازاي بقى الاجهزه دي زي ما احنا قلنا بيتوصلوا مع بعض عن طريق الكيبلز وعن طريق التابس والكونكتور والترمينال ريزيستورز.
وهنتكلم على الديفايس نت سوفت وير، لان الديفايس نت سوفت ده بيبقى ليه ايه سوفت وير بيتحكم فيه، اللي هو بيدي ايه، بيدي التعريفات اللي هي الماك اي دي ده، وبيدي الادرس لكل نود على الايه، على النتورك، على الشبكة بتاعتي. طيب ايه الميزة في النت ديفايس نت كيبلز ده؟ الميزة فيه اللي هو بيبقى عندي 4 اطراف، الطرف الاسود اللي فوق والاحمر ده الفولت الباور، والطرفين اللي في النص السيجنال بتوعي اللي هو كان لو والكان هاي. يبقى بيستخدم ايه بروتوكول ايه اللي هو كان، تمام. يبقى هو بيبقى عندي طرفين للسيجنال وطرفين للايه للباور، بيمشوا مع بعض في ايه في الكابل، تمام كده. بيحط في الاخر هنا حاجة اسمها تيرمينال ريزيستور اللي هي بتبقى 21 اوم، ربع ايه وات، على الطرفين بتوع ايه بتوع السيجنال، لازم يتوصلوا في اول الكابل وفي اخره عشان ما يحصلش مشكلة والايه والاتصال يتم بين الاجهزة بصورة مظبوطة. طبعا الاليم برادلي اللي هو الديفايس نت ده بيبقى مرتبط بسرعة بودريتس، او يعني كمية الداتا اللي بتمشي في الكيبلز ده، من 125 كيلو بت بير سكند ل 500 كيلو بت بير سكند، طبقا لايه، طبقا لطول الكيبل، يعني طبقا لطول الكيبلز ده، وطبقا للكيبلز طول الكيبلز البرانشز الفرعية ديت، تمام. طيب فبيقول لك ماكسيمم الكيبل الواحد اللي هو بيبقى رايح للحساس ده، اللي هو الدروب لاين ده، اللي هو اللي بيبقى نازل من الكابل الرئيسي اللي هو الترانك لاين، يعني الكابل الرئيسي ده اسمه ترانك لاين، الكابل اللي نازل ده اسمه دروب لاين. فطول الدروب لاين ده ماكسيمم يبقى 20 قدم، 20 ايه قدم، تمام كده. طبعا وكل طول، كل طول بيبقى ليه ايه بودرة معين او سرعة معينة للداتا تمشي فيه. كل ما الكابل بقى قصير كل ما سرعة الداتا اقدر امشي فيه ايه سرعة داتا اعلى، تمام. فدي من الليميتيشن بتاع الديفايس نت، اللي هو معتمد على طول ايه الكابلات، ومعتمد على البودريتس بتاعة ايه الداتا اللي تمشي فيها طبقا لايه لطول الكيبلز اللي رايح للسنسور. هنتكلم هنا على الديفايس نت سوفت وير، وهو الار اس نت وركس اللي هو ده السوفت وير المستخدم. طب السوفت وير ده بيستخدم في ايه؟ قلنا بيدي الادريسنج بكل كل ايه، ادي عند الترنك اهو لاين اللي احنا بنتكلم عليه، ادي السكانر وادي الاجهزه الواصله عليه. قلنا هيدي لكل واحد ايه الادرس بتاعه على السيستم عشان يبقى ليه ادرس ويبقى ليك ليه ايه ماك اي دي يقدر ايه يتوصل عليه. زي كده اهو، زي ما احنا شايفين، ادي الادريسنج اهو، ادي الادريسنج بتاع كل الديفايسز اللي ايه اللي في النتورك لغايه من 0 لغايه 64. يبقى احنا قلنا كل ايه كل سكانر بيقدر يتوصل مع 64 ايه نود، اللي هو من 0 لـ 63، تمام. طيب هنا الداتا طبعا بتيجي من كل سنسور بتيجي للسكانر، والسكانر بيبقى متوصل على الشاسيه بتاع البي ال سي ده، بي ال سي الاليم برادلي، بيبدأ يدي الداتا السكانر، يدي الداتا لمين، للاليم برادلي عن طريق ايه الشاسيه بتاعه. طبعا هنا قلنا ايه المزايا الادفانتج بتاعه الديفايس نت اكتر من العيوب بتاعته. احنا قلنا العيوب بتاعته طول اللي هي الكيبلز، طول الكابلات بتأثر على موضوع البودريت، يعني كل ما الكابل طول كل ما الداتا هتمشي ايه ببطء فيه، ببطء في الكابل. فدي من العيوب بتاعته، لكن المميزات بتاعته طبعا اكتر من العيوب بتاعته. طبعا اتمنى تكونوا استفدتوا، واتمنى طبعا تعملوا سبسكرايب وشير للقناة، ولو تعرفوا حد مهتم طبعا بالمحتوى اللي بنقدمه بتاع الاوتوميشن وكلاسيك كنترول والبي ال سي والكوميونيكيشن اندستريال كوميونيكيشن بروتوكول، طبعا يا ريت ايه تشيروا له العلم دوت. وشكرا ليكم، شكرا للمتابعة.